هذه المرة لم ترقص ماريا زخاروفا بل غنت. استعانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بكلمات أغنية بريتني سبيرز لترد بها على نظيرها الأمريكي ناد برايس بيبي وان مور تايم. وتكتب ماريا: الوحدة تقتلني، حين لا أكون معك أصاب بالجنون، أعطني إشارة، افعل ذلك مرة أخرى. وتضيف ماريا: يونيو اقترب من نهايته، سلطتك تضعف وأنا أطير بعيدا عن هذا الكذب. بكلماتها حاولت ماريا إنقاذ ناد من الضعف والعزلة. فهل من ينقذ الماشية في أندونيسيا من انتشار مرض الحمى القلاعية عشية عيد الأضحى؟ المؤكد أنه لا حاجة لذلك في بنغلاديش، حيث تجول المئات في سوق الماشية استعداداً للعيد. لا حاجة للإنقاذ اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بجلطة دماغية أصيب بها رجل أرجنتيني خلال وجوده على متن سفينة صيد في جنوب المحيط الأطلسي. الصياد المغامر أنقذ، ولكن في الهند لم يبقى ما يمكن إنقاذه، فالفيضانات ابتلعت المحاصيل في ولاية أسام وسلبت السكان سبل عيشهم ومنازلهم. هنا لم يعد ممكناً تدارك الكارثة، فهل يسبق السيف العزل في إسبانيا أيضاً؟ إنقاذاً للحيوانات احتج أكثر من 40 ناشطاً في مجال حقوق الحيوان على مصارعة الثيران قبل مهرجان سان فيرمين الشهير في بامبلونا الذي ينتهي بقتل الثيران. يقول المحتجون: هذا التقليد عفى عليه الزمن ويجب أن نتطور، ولكن مهما تطورنا ليس هناك أجمل من الطبيعة. 270 هكتاراً من نبات الخزامى تزينت بهم القرم الروسية في فصل الربيع. العزلة هنا رائعة، ولا أظن أن أحداً قد ينشد الإنقاذ.